يسقط الأهلي، الفرسان هياخدوا بطارق يا مريم، ضرب إمام عاشور وكهربا، حكاية عضو مجلس إدارة مش محترم. الأهلي يهاجم إبراهيم نور الدين علنا ويتعاقد معه سرا، آخر فرصة لعواد مع الزمالك، غياب صبحي وأوباما وعودة شيكابالا، والمزيد والمزيد من الأخبار وما وراء الأخبار والأسرار في هذا التقرير. مساء الخير على حضراتكم، أهلا بكم يا غاليين في حلقة جديدة وجريئة من برنامج مباشر مع الجريء، مباشر مع المحترمين المميزين الرائعين، مباشر مع المثقفين، مباشر مع اليوتيوبر واللايفات اللي بيتابعوا معانا وبينسجوا من بعدها الحكايات. شعرنا الله فوق الجميع ودستورنا ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش دينك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش عملك، يهمني قلبك يكون أبيض. المثقفون الرائعون يلتقون في أمسية جديدة من أمسيات الجريء، والحمد لله والشكر لله. تعالوا كلنا كده نصلي ركعتين شكر لله ونبوس إيدينا وش وظهر، لأن مجلس حسين لبيب ما انسحبش من بطولة كأس السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد. كنت حاطط إيدي على قلبي إن هم كمان كوماندوز اليد يخرجوهم من البطولات بعد ما فضحونا مع كرة الطائرة. فضيحة انسحاب الزمالك من البطولة الإفريقية لكرة الطائرة لن تمر مرور الكرام، وسيعاقب عليها مجلس حسين لبيب معاقبة شديدة. ولكن خلينا نشكرهم إن النهاردة سافرت بعثة كرة اليد لخوض البطولة، ولكن للأسف ككل شيء فيه عار يقدمه هذا المجلس، سافرت البعثة بدون رئيس بعثة. ليه سافرت بدون رئيس بعثة؟ لأن ما فيش حد وما فيش كاميرات وما فيش تلفزيونات وما فيش استوديوهات تحليلية، هم كلهم قاعدين راقدين في الدرة علشان ماتش القمة، يقعدوا في الاستاد ويطلعوا في الكاميرات، وبعض الماتشات يطلعوا من البلاعات والباكابوردات ويبتدوا يتكلموا في كل القنوات والراديوهات. هذا المجلس اللي جاي يلمع نفسه على حساب الزمالك. في ناس كمان على فكره بتلمع نفسها على حساب الزمالك بس بتدخل السجن. اديكم امثله اشطر منكم واحسن منكم، انتم مصيركم اسرع منهم. على كل حال كوماندوس اليد غادر الحمد لله، هيلعب بطولتين في الجزائر، كاس السوبر الافريقي، كاس الكؤوس. انا حاطط ايدي على قلبي واقول يا رب، ولكن مع هذا المجلس يعني ان شاء الله كده، يعني ان شاء الله نقول يا رب. قائمة الفريق المسافرة: محمود فلفل، هشام السبكي، أحمد الأحمر، أحمد مجدي، أكرم يسري، مؤمن زكي، أحمد حسام، عبد الله إمام، عمر وكيل البكر، أحمد مؤمن دودو، مازن رضا، محمد ياسين، فوكو بوروزان، عمر فولي، محمد رضا، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، أحمد سامح، زياد حشاد، خالد وليد، شادي خليل، عبد الحميد العربي، ومعهم طبعا الجهاز الفني والإداري المحترم. نيجي لشيء رائع عمله المجلس عن طريق واحد وهقول اسمه في النهاية، عشان في ناس بتشتغل في المجلس ده ومحدش يعرف عنها حاجة، وفي ناس بتطلع بس كل شوية تلاقيه طالع من الباكابورت، طالع عند مهيب المريب، طالع عند مش عارف مين، عايز يلمع نفسه، عامل لك صورة هو نايم، قال هو نايم عمل كل الصفقات. مش هننسى لكم الكوارث اللي انتوا عاملينها في الزمالك، ومش هننسى لكم ان انتوا بتنصبوا علينا وبتكذبوا علينا، ومش هننسى لكم موضوع الكهرباء. على كل حال هقول الموقف المحترم اللي اتعمل وهقول اسم الشخص اللي عمل. في لاعب برازيلي كان بيلعب في الزمالك اسمه رفائيل طايره، متكل عليه الفلوس بقاله سنتين، مجلس مرتضى منصور ومجلس حسين لبيب واكلين عليه الفلوس. الحمد لله انتهت المشكله، كان طبعا مقدم شكوى كبيره ضد الزمالك وكان في عقوبات على الزمالك، انتهت الازمه والراجل استلم فلوسه وقال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي التالي: اليوم بعد اكثر من عامين تم سداد جميع المستحقات المتاخره، اشكر الاداره الجديده واشكر مين بقى؟ رامي نصوحي، اللي هو رامي نصوحي عضو مجلس اداره الزمالك اللي قام بهذه المهمه وانهى الازمه في الوقت اللي مستني لبيب وسليمان والنائب والبتاع ان هم يطلعوا في ماتش الزمالك والاهلي عشان يطلعوا في الكاميرات. انا بدعوهم الان ما يروحوش الاستاد عشان وشهم فقر وشهم مقرف. اللي يروح واحد زي رامي نصوحي، واحد زي التاني اللي هو بيحل مشاكل الفيفا،
دي الناس المحترمه اللي عايزين يشوفوا وجوهها في الاستادات، اما الناس اللي بتخرف الزمالك مش عايزين يشوفوا وجوهها في اي حته، والا هتلاقوا من جمهور الزمالك اللي انتوا ما تستحملوش. وكان غيركم اشطر، هقولها لكم كتير. نيجي لاستعداد الزمالك، الزمالك بيستعد على قدم وساق، استعداد قوي، اداء راقي، حماس، ان شاء الله كل الخير لنادي الزمالك. تاكد غياب صبحي واوباما بسبب الاصابه، اوباما طبعا بيواصل العلاج، ربنا يشفيه ويعافيه. وصبحي انا شاكك في موضوع اصابه صبحي، اعتقد ان في لغط لابعاده عن الفريق في الفتره دي، ولكن خلينا نقول ماشي. الاثنين مصابين ومش هيلحقوا بالماتش. اللي اتاكد انه هيلحق بالتاكيد محمود عبد الرازق شيكابالا، ولكن ربما يكون على مقاعد الاحتياطي. شيكابالا في الماتشات في التدريبات الاخيره شاب عنده 20 سنه ورائع جدا جدا جدا. يسقط يسقط خالد مرتجي، يا خالد يا مرتجي يلي كل تاريخك في الحياه الرياضيه والبتاع ان انت ابن الفريق مرتجي، ليس لك دليل. وباكبر دليل ان انت لسه عضو مجلس اداره، ابوك كان قائد وكان بيدير النادي الاهلي بصباعه، وانت ما زلت بتتعلم في مدرسه الاداره ومش هتتعلم. ليه مش هتتعلم؟ لانك ما اتعلمتش في بيتك الاول الاحترام. يعني اهل بيتك ما علموكش يعني ايه احترام. فهتروح تتعلم في الاهلي الاداره، مش هتتعلم، هتتنك عضو مجلس اداره والناس بتجاملك عشان انت ابن مرتجي، مش شيء اخر يعني. اوعى تفتكر ان هتكون في يوم من الايام شيء اخر غير ابن الفريق مرتكب. يعني رساله لعلك تفهمها في يوم من الايام، ولعلك تبتدي تعلم ولادك الاحترام، لانك مش محترم. ومش محترم دي اقل وصف ممكن الواحد يقوله لك في الـ في الـ في في قله الذوق اللي انت عملتها امبارح. امبارح كان نهائي كاس مصر بين الاهلي والشمس، والاهلي كسب 3-0 وخد الكاس. واحنا عارفين طبعا ان مجلس حسين لبيب قدم كل البطولات هذا الموسم في الكره الطائره هديه للنادي الاهلي بعد ما مشاهم على السجاده الحمراء. ماشي، الزمالك كان عنده ماتش ثالث ورابع، الزمالك خد المركز الثالث. طلعت لاعبات الزمالك تستلم الميداليات وتسلم عليهم. يقوم الاخ خالد، انا حاطط لكم الصور قدامكم دلوقتي ممكن تشوفوها. الاخ خالد مرتجي ابن الفريق مرتجي اللي ابوك الراجل محترم، وهو ما تعلمش منه المحترم الاحترام اللي كل صفته انه بس في النادي الاهلي عشان ابن الفريق مرتجي. يقوم البنت تمد ايديها مريم مصطفى، لعيبه صغيره في السن، ما يسلمش عليها، يرفض يسلم عليها. يعني من قواعد الادب والذوق يلي مجلس اداره نادي الزمالك فرشك الارض سجاد احمر، يكون عندك دم، لان اللعيبه دي بترتدي فانيله نادي الزمالك وبتمثل نادي الزمالك. فانت لو بتحترم مجلس اداره نادي الزمالك اللي عزمك في النادي وعمل منك راجل، ما كنت مديت ايدك عليها. ده نمره واحد. نمره اتنين، ما فيش جنتلمان في الدنيا في بنت بتقدم ايديها وهو ما بيسلمش عليها. ده قله تربيه وقله اصل وقله حاجات كتير قوي انت هتبقى عارفها كويس. ده البنت عندها دم عنك، عندها احترام عنك، عندها رجوله عنك، انت ايه؟ لا شيء، لا شيء. يا اخي اتعظ من الراجل اللي كان نائب الرئيس ولا امين الصندوق اللي توفى الله في لحظه وقع وراح. انتوا ما بتعرفوش ربنا. انا مش هكلمك على مشاكلك مع البنت واللي البنت سابت الاهلي وراحت الزمالك، دي حاجه في مخك محتاجه علاج. انا هكلمك على واحده ترتدي فانيله نادي الزمالك. اذا انت بتحترم نادي الزمالك كنت سلمت عليها، اذا انت ما بتحترمش نادي الزمالك فلك بقى منا عقاب هتشوفه دنيا واخره، هتشوف الويل. مجلس نادي الزمالك الحالي كيوت بس مش هيكملوا، فرشوا لك السجاده الحمراء وانت ما احترمتش ان هم فرشوا لك السجاده الحمراء. ما احترمتش لانك مش محترم. يعني هم بصراحه كانوا محترمين وانت مش محترم، مكرموك وعزموك وظبطوك وحلوا لك مشكله كهروب اللي فلوسه ما اتدفعتش لغايه دلوقتي، ولكن انت ما اتعلمتش من الدرس، فمحتاج تروح الحضانه من اول جديد عشان تتعلم. يعلموك يقول لك الف في احترام ايه لما بنت ترتدي فانيله الزمالك تمد ايديها وما تسلمش عليه. يجي الجلياط الثاني اللي اسمه ياسر قمر، اللي فجاه لقيناه رئيس اتحاد الكره الطائره، ما نعرفش تاريخه ايه واصله فصل ايه. ما يرفضش برضه، ما صاحبش اللعيبه، بس ايه يعمل نفسه ايه؟ البس الميداليه الاول. على فكره
الكلام ده هينقل لحاجات دولية وهيكون حسابكو كبير. أمها بقى إذا كانت أمها قادرة ترفع قواضي وتجيب حق بنتها تجيب، مش قادرة في ناس تقدر تانية تجيب. واحد في مركز عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بهذه الهيافة والتفاهة بيحاول يصفي حسابات مع بنت صغيرة، بيحاول يدمرها نفسيا، مش هنقول عليه غير حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يخلص، ربنا يخلص، بس مش هنقول أكتر من كده. هقول لكم بقى بعض الكلام، يعني مثلا هناء حمزة اللي هي مامة اللعبة وهي إعلامية معروفة وأسطورة في الكرة الطايرة، يعني هناء حمزة ولا البنت لعبوا هذا خالد مرتجي، نفسي بس أعرف كان بيلعب إيه غير بيلعب مثلا في لاماس، يعني لعب كرة، لعب طايرة، ده هناء حمزة أسطورة وأسطورة الأهلي، بس طبعا الخطيب عايز يخلص عليها وعلى اللي جابوها، ماشي ده حسابهم بينهم وبين بعض. فهناء حمزة أسطورة محلي ودولي. حضرتك يا خالد مرتجي قول لي عملت إيه، لبست شورت وفانيلا في يوم من الايام، لعبت طايره، لعبت سله، لعبت كوره، لعبت في مناخيرك، لعبت في الطينه، لعبت في الشارع، هرشت في قفاك، عملت ايه حاجه كده في فانيله الاهلي، نادي الاهلي عشان نقدر نحترمك بيها؟ مش لاقيه. طيب هناء حمزه الاسطوره التاريخ، واحنا زملكاويه شايفينها اسطوره وتاريخ كره الطايره في مصر، وما كانش فيه في مصر ولا في افريقيا لعيبه زيها ولا في الوطن العربي. عندها بنت لعيبه محترمه جابت لكم بطولات، وبعدين في وقت من الاوقات لا راحت الزمالك واتهمتكم بتزوير العقد، زي ما كهربا اتهم الزمالك بتزوير العقد، عادي بتحصل. يقوم الاخ مرتجي يعمل تصرف صبياني ما يعملوش اي طفل، طفل والله لا طفل ما يعمله، يعني على كل حال هي قالت انا مش عارفه هو عمل كده ليه، تصرف خالد مرتجي مع عضو مجلس اداره ولا امين صندوق ولا ما اعرف بيشتغل ايه في النادي الاهلي، اهم بيجاملوه عشان هو ابن فريق مرتجي. وابدت تعجبها من تصريحاته الصحفيه بعد الكلام ده، لانه طلع برضو قاعد يتكلم زي البتاع كده ما يستاهلش ان احنا نسمع صوته اصلا، وقالت انها لا تملك التعليق على موقف هذا الشخص وعدم مصافحه مريم. وبالنسبه للاخ ياسر قمر رئيس اتحاد كره الطايره قال ان هو ما رفضش المصافحه، قال بس ان هي تلبس الميداليه، هي طبعا بتجامل خالد قمر لان هي برضو مركز في اتحاد كره الطايره، نائب رئيس الاتحاد، فمش عايزه مشاكل جوه الاتحاد. سؤالي دلوقتي، يعني سؤالي دلوقتي، الواقع حصلت امبارح، فين مجلس إدارة نادي الزمالك بتوع السجادة الحمراء والشجرة المضيئة برئاسة المدعو حسين لبيب؟ ولا حاجة، مستخبين تحت السجادة الحمراء، مفيش ذكر ولا راجل فيهم طلع يتكلم ويقول كيف تهين لاعبة تمثل نادي الزمالك. حتى حالاتهم الأخيرة لما كانوا بيزقوا سالم أبو حديدة أو سليمان أبو حديدتين يكتب تعليق هنا ولا يكتب منشور هنا، دلوقتي من ساعة ما لسعهم على قفاهم شوال الرز مستخبيين. على فكرة المواقف دي ما بتعديش على جمهور الزمالك، وقعد ممكن الماتش بتاع الأهلي والزمالك يشتموكوا ويهزقوكوا ويخلوكوا تطلعوا من الاستاد تروحوا تقدموا استقالتكم. هنتننا نقول لكم لحد امتى الرجال مواقف؟ انتوا بصراحة في كل المواقف ما طلعتوش رجال، ما شفناش أي موقف. اللهم البيان اللهبل اللي قلناه امبارح على الانسحاب الطير. طب في اتنين رجاله طلعوا اتكلموا، بس للاسف الاتنين الرجاله دول مش اعضاء مجلس اداره. اولهم الاستاذ رحابه بركيله عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق، وكتب في الفيسبوك بيقول لك ايه؟ بيقول لك بس احنا المفروض نتعامل مع كهربا كويس وهو هارب بحكم محكمه الكاس. يعني بنفس الوضع لازم يتعامل مع كهربا، بس طبعا احنا عندنا مجلس حلو قوي سهل لكهرباء ودفعه بالمصري وشيك متأخر وشيك متأجل، ويعني مجلس كيوت بيخلينا ناخد على قفانا. منك لله يا مرتضى والهادي يفهم. وليه الهادي يفهم؟ ما كان لو مرتضى كانت سمر محترم وده خلاش في مشاكل وما عادش، مش محتاج نقول الهادي يفهم، الموضوع مفهوم دلوقتي. لو كانه ماسك لسانه ما بتخدش في مشاكل، ما بيورثش ولاده، ما بيمسكش الحديده كل يوم، ما كانت الناس دي عمرها ما شمت نادي الزمالك. وليس الكلام ده اللي مش ليس مجامله مرتضى، اكتر واحد اديته صح. في واحد راجل تاني اسمه شريف منير حسن عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق، كتب كمان هو كمان في فيسبوك، قال
سؤال للدكتور أشرف صبحي والمسؤولين كده صح؟ يرضيكوا اللي يشوف إمام عاشور يديله بالجزمة وعلامتين استفهام. يعني إذا الخطأ المقرف اللي عمله خالد مرتجي ممكن يخلي أي حد في نادي الزمالك حسب كلام شريف منير يشوف إمام عاشور ولا كهربا ويديهم بالجزمة. ما احنا بقى ندخل في صراع الأطفال، بس مش أطفال، مش أطفال عاديين، ده أطفال بيغيروا. اللي بيعمل تصرفات ده على خالد مرتجي، والرد بقى نرد على كهربا ونرد على إمام عاشور بنفس الحركات دي، ناس بتريل. على كل حال نحن ننتظر الآن من مجلس إدارة نادي الزمالك اللي يكون فيهم راجل يطلع عبر بيان رسمي من إدارة الزمالك ويحاسب هذا المرتجي، ويطلب من إدارة النادي الأهلي الاعتذار الرسمي، وإلا هتبقوا لآخر لحظة مجلس مفقوش راجل، لأن الرجال مواقف. نسيب بقى المجلس الكيوت ده الضعيف وننتقل لموضوع آخر، وهو النادي الأهلي اللي عمال يهاجم الحكم إبراهيم نور الدين علنا، وإحنا مستغربين بيهاجموه بكل هذه الطريقة ليه؟ عن طريق فروعهم، وللأسف في فروع ليهم في يوتيوبر ولايفات في الزمالك بيهاجموا علنا. واتكلمنا عن الموضوع ده امبارح، اللي ما سمعش حلقه امبارح يسمع، بالرغم ان ابراهيم نور الدين وش السعد عليهم في ماتشات الزمالك، ووش السعد عليهم في كل الماتشات اللي حكمها. يعني طلعت النسبه 91% نتائج ايجابيه لما بيحكم الاهلي، يعني هو الحكم الملاكي للاهلي. فنلاقيهم في العلن شغالين عليه واحنا مش فاهمين، احنا كزملكاويه مش فاهمين، هل ده عشان تأثير عليه عشان يحكم ضد الزمالك، ولا هل ده علشان ما يبقى التدليس لما هو يخلص الماتش ويكتفه لصالح الاهلي يطلعوا له ما احنا هاجمناه وكنا مش عايزينه. الناس دي ما تفهمهمش. اللي بقى اللي اتفاجئ ليه ان في تسريب ان الاهلي تعاقد مع الحكم ابراهيم نور الدين انه في نهايه هذا الموسم هيمسك الاستوديو التحليلي قناة الأهلي خلافا لناصر عباس، عقد رسمي. طبعا لنا ولا حضراتكم نقدر نأكد الكلام ده، اللي هيأكد الكلام ده برضو الأيام، يعني الأيام. فاحنا بنثبت من دلوقتي النهاردة 14 إبريل 2024 بنقول إن احنا قلنا إن الأهلي تعاقد سرا مع الحكم إبراهيم نور الدين عشان يمسك الاستوديو التحكيمي بتاع قناة الأهلي بداية من الموسم المقبل عقب اعتزاله خلفا لناصر عباس. فلو حصل ده وشفناه حقيقي يجب الناس دي كلها تحاكم على الفساد، ومش أي فساد، ده فساد مالي وإداري وأخلاقي. لما يكون حكم أثناء عمله في التحكيم أنت رايح تعمله وتديله عقد تاريخي علشان بعد ما بطل تحكيم أنت بترشيه، دي رشوة. فهل هنحتفظ بالكلام ده ونحتفظ بالفيديو ونشوف بداية الموسم الجاي هل هذا الحكم كان مرتشيا ونجحت إدارة الأهلي ترشيه بأنه تعمل له عقد تشغله في قناة الأهلي بعد انتهاء؟ هنشوف. احنا هنحتفظ وربنا يدينا ويديكم طول العمر ونحن وراء الفساد. خرج كلام من داخل إدارة نادي الزمالك أن مباراة الأهلي والزمالك هي آخر فرصة لعواد مع الزمالك، إذا تألق عواد سيتم التجديد له مباشرة، أما إذا لم يتألق فيستمر الحال على ما هو عليه. والحال على ما هو عليه أن إدارة الزمالك لم تجلس معه ولم تفتحه في أمر التجديد، وهو من حقه الآن أن يوقع لأي نادي آخر. فإذا الجميع حاطين محمد عواد تحت ضغط واختبار صعب جدا في المباراة. كنت أتمنى أن يكون داخل إدارة الزمالك أو داخل الجهاز الفني حد رشيد يقعد معاه ويقول له لا أنت معانا وأنت نجم وأنت بطل وإحنا كلنا ثقة فيك، تخلص بس الماتشات، تخلص الكونفدرالية ونجد حاجة من هذا القبيل. أما يتحط تحت ضغط وربنا يستر مع هذه الإدارة المش محترفة. وعكس المش محترفة إيه؟ اكتبوا لي في التعليقات. جديد في أزمة حسام حسن مع محمد صلاح، في انفراجة في هذه الأزمة خلال الساعات الماضية، ناس مقربين من الاثنين بيقولوا التالي. بيقولوا ايه بقى؟
بيقولوا ان تم هناك اتصالات بين اطراف وسيطه بين حسام حسن ومحمد صلاح، وكل واحد فيهم قال ان ما فيش اي مشكله ومن جانبه انتهت الازمه وتم تنقيه اي شوائب، وهيتم دعوه محمد صلاح للتوقف اللي جاي او للتجمع الجاي، وخلال التوقف في التجمع هيخرجوا الاثنين باكثر من صوره، حاجات وديه مش عارف ايه وايه وايه. وقالوا ان الامور اصبحت تماما الان على ما يرام بين حسام حسن والاسطوره محمد صلاح. معسكر المنتخب المقبل شهد تفاصيل هذه الانفراجه. نرجع ونقول ان ازمه محمد صلاح وحسام حسن بدات من حسام حسن بعدة تعليقات بعد مغادره النجم صلاح البطوله الافريقيه، الاصابه اهمها، انه قال خليك هناك عند ما تخف وربنا يوفقك في ليفربول، عندنا رجاله والمنتخب خط احمر. ده كان كلام حسام حسن اللي اغضب محمد صلاح. قولوا لي رايكم بهذا الصلح، وقولوا لي رايكم في كل ما تناولناه اليوم، ورايكم في هذا الشخص الغير امين على الرياضه المصريه، و قولوا رأيكم في كل حاجة، لأن بسعد بآرائكم يا أجمل ناس في الكون. شكرا لحضراتكم، وأراكم على خير غدا بإذن الله.